بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، فعلا ذيل الكلب عمره ما ينعدل إخواني الأفاضل، وفي مثل قالوه الشيبان لكن أستحي أقوله. طبعا احنا تعبنا من حكم الحزب الكوهيني، للأسف احنا عندنا الكوهينية هذول اللي يحكمون بما يغضب الله، ويشجعون على الدعارة، ويشجعون على القوادة، ويشجعون بنات الليل وبنات الشوارع على الانطلاق وعلى تخريب الأمة، وفي النهاية يقول لك اخوانجي، انت اخوانجي، زين وانت شنو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الآن في حزب جديد قاعد يحكم الأمة، حزب بنات الشوارع. نعم للأسف، حزب طالع وبكل قوة والكل يدعمه والكل يصفق له، حزب بنات الشوارع. واللي يتبع هذا الحزب خلاص احنا راح نسميه شوارعجي. احنا ما عندنا شغل، ما عندنا شغل الا هالمسميات. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا بسأل سؤال، مرض الكورونا والمصيبة الان اللي صارت، والكل انحبس، واللي خسر واللي تبهدل، مساكين ناس ماتوا بسبب الكورونا، واللي مرض، واللي في الحجر تم 14 20 يوم، محلات أغلقت، تجار خسروا، ما تتوبون؟ ما تتوبون؟ إلى الآن لا زالت فيديوهات تطلع لبنات الشوارع، الفاكنستات، بنات الليل، بما يسمى حزب الفسويات، هذول قاعدين يطلعون وينشرون الفيديوهات اللي فيها تحدي لله سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم دائما الله يمهل ولا يهمل، الله ينبه عباده، الله سبحانه وتعالى يعطي علامات وإشارات. ما حدث من كورونا مجرد يعني يعتبر شيء بسيط، لأن الله سبحانه وتعالى لو وراكم عذابه الحقيقي والله ما راح تقدرون، ما راح تستحملون عذاب الله سبحانه وتعالى. فيديوهات جديدة طالعة لبعض البنات الساقطات صراحة، وعلى مرأة من الحكومات ومرأة من أولياء الأمور، طاعة ولي الأمر. هذا ولي أمر؟ ولي الأمر يخلي العاهرات يطلعون، هذا قواد، هذا مو ولي أمر، هذا قواد اللي يخلي عاهرات يطلعون يتبجحون بعهرهن أمام العالم، تقول طاعة ولي الأمر؟ يا أخي أنتوا شلون تفهمون الدين؟ أصبر أصبر، بكرة عقب باكر أنا بسوي لكم حلقة عن طاعة ولي الأمر، أبين لكم هالهلك أنجاس اللي يسمي نفسه شيخ دين وعلماء كيف قاعدين يظلونكم ويلبسونكم ثوب الدين اللي على مزاجهم، هم يفصلونه، يفصلون الدين اللي على مزاجهم. حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الفيديوهات ذاك اليوم واحدة طلعت لي وتقول ايش فيها تلبسون البكيني، عادي المرأة تلبس البكيني، وهذه حرية، وهذه ما أدري. حسبي الله ونعم الوكيل، عادي البنت تلبس بكيني أمام الرجاجيل وفي البحر وتطلع مفاتنها وجسمها وخلفيتها، عادي عندك صح؟ عادي. وطبعا هناك من يسوي لها فولو، يسوي لها إعجاب، ويسوي لها لايك. نعم حسبي الله ونعم الوكيل. أيضا من كم من يوم طالعة واحدة والله شكلها يعني بنت ليل شوي عليها، بنت ليل شوي عليها، طالعت لي ومسكت لي عصير على شكل ذكر الرجل. حسبي الله ونعم الوكيل. وبكل تبجح ذاك اليوم واحدة طالعة حطت لي أصبع شوكليت وتحطونه وتمصونه وما أدري إيش، وش الكلام، كلام كلام قذر قذر، إيحاءات جنسية واضحة على مرأة من المسلمين، والكل يصفق لها وإعجاب وفولو. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا والله 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 قلة أدب ومسخرة وعهر علني علني أمام الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. واحدة ذاك اليوم طلعت لي وأيضا تستعرض تاتو على كتفها وعلى صدرها وعلى يدها هنا تاتو، في يعني قاعد تشجع بناتنا بنات المسلمين على الحرام. لعن الله الواشمة والمستوشمة، الوشم حرام، التاتو حرام يا بنات. أيضا من كم من يوم واحدة طالعة لابسة روب
وتسوي مكياج والتفتت صدرها كله بين، كله بين صدرها، حسبي الله ونعم الوكيل. وهاجموها الناس وتطلع وبتبجح، انتم ما لكم خص فيني وهذه حرية. مرة واحدة طلعت ايضا من كم من يوم، هاجموها الناس صدرها، قالوا لا صدرك ما ادري شنو، وطالعة وزعلانة. يا اخي انت بسألك سؤال، لما تطلعين صدرك للناس يعني ما تبين الناس تتكلم؟ ما تبين الناس تنتقد؟ ما تبين الناس اللي يقول لك والله صدرك طايح على بطنك وصدرك زعلانة، وتبين تقدمين شكوى؟ قاتلكم الله، ما افجركم، ما اقواكم في الباطل، حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا كلكم تشوفون الفيديوهات اللي بعض الفاكينستات، سبحان الله، موضه فاكينستا تروح الجيم وتصور لنا التمارين الرياضيه اللي تسويها. واحلى تمرين اللي دائما هذول الفاكينستات يسوونه، شنو التمرين في وجهه نظركم؟ تمرين السكواد. شنو تمرين السكواد؟ تحط الحديد على كتفها وتقعد وتنزل، وطبعا لما تنزل لازم المصور من وين يصورها؟ يصورها من ورا. شوفوا خلفيتي ايش كبر، شوفوا خلفيتي ما احلاها. وبعدين يقول حريه، هذه حريه في على اشكالكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كل هذا اللي يحدث عادي عند كثير من الناس، لكن انا لما اقول عاهرات، لما اقول والله فاكينستا، الفاظك. اي واحد، انا اوجه لك الرساله، اي واحد يقول الفاظي على هالاشكال، اي واحد ينتقد اسلوبي، اقول لك انت مخنث. عاجبك ولا مو بعاجبك؟ تبي اجيب لك مي مجاري؟ الحين بجيب لك جلاس تشربه. اي واحد يقول الفاظي قذره ضد محاربات الله ورسوله، ضد هذول اللي قاعدين ينشرون الفحشاء في الامه، اللي ينتقد الفاظي ضدهم، انا اقول لك انت مخنث. واعطيكم فتوى بعد، ايش رايكم؟ اي واحد يسوي فولو، اي واحد يعطيها لايك، انت مخنث، انت قواد شرعا مو بكلامي. انت تشجع على المقوده وتشجع على التخنث وتشجع الداعرات على الدعاره. نعم، عاجبك ولا مو بعاجبك؟ انت مخنث. اللي يرضى بالحرام في امه الاسلام وبانتشار الدعارة بين البنات، هذا قواد مخنث، ما عندي كلام ثاني. وفتوى ثانية، أي مسؤول، واحد، أي حاكم، اثنين، أي شخص بيده القرار أنه يقدر يغير، ويشوف هالبنات يمارسون هالدعارة وهو قادر أنه يغير، قادر أنه يحبسهم، قادر أنه يخيط حلوجهم، قادر أنه يقول لهم تشب ولا كلمة، قادر أنه يسكر حساباتهم وما يسوي هالشيء ويخليهم، قواد ومعتق في القوادة شرعا. هذا مش كلامي أنا، تفهمون دينكم ولا لا؟ يلي قصوا عليكم بالدين الكيوت، عادي، دع الخلق للخالق. يا عبد العزيز ليش معور راسك؟ الله بيحاسبهم، انت مالك خص، خلهم كيفهم، لكم دينكم ولي دين. هذا الدين الكيوت اللي ضحكوا عليكم، اصحوا يا ناس. والله شوفوا، هذا قسم مني انكم انتم تحاربون هالانجاز اللي يقول لك دع الخلق للخالق وانتم مالك خص، وتحاربون الناس اللي يقول لك والله خلهم كيفهم، وتحاربون اللي يقول لك والله الله بيحاسبهم. هذول عطوهم بالجزمه قبل ما تعطون هالعاهرات الفاكنستات. هذه اخرتها؟ هذه اخرتك؟ كل يوم طلعت لي واحده حطت لي تسوي سكواد وتراويكم خلفيتها وتراويكم صدرها، وحطت لي تاتو، حطت لي عصير قضيب رجل، وواحد تقول لك والله مص الاصبع ومص المدري، شو المسخره هذه؟ يا اخي انتم ما تخافون الله سبحانه وتعالى؟ رساله لكل شرفاء المسلمين، انتم ايش قاعد تسوون؟ انتم ايش قاعد تسوون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ما لنا خص، واحنا انتم ما تشوفون المسلسلات؟ ما تشوفون التركيز على الخلفيات وعلى الصدور؟ ما تشوفون الفاكينستات؟ انا الحين ما اكلمكم عن فاكينستا عايشه في امريكا بتقول والله هذه عايشه في امريكا ما نقدر نسوي لها شيء. عبد العزيز زين، واللي عايشه في دول الخليج، واللي عايشه في الدول المسلمين، واللي عايشه في الدول العربيه، تقدرون عليها ولا ما تقدرون؟ ولا فالحين بس حق اللي يسب ولي الامر؟
او اللي ينتقد ولي الامر، ولا اللي يقول لك الله يصلح حال المسلمين وقطيتوه في السجن مثل سلمان العودة، هذول تقدرون عليهم ها. لكن الانجاس النجسات العاهرات ولا انا عرفت ليش الفاكينستات انتم ما تقولون لهم شيء، لان انت يا قدر يا مسؤول يا قواد تيبه في الليل عندك اعطيكم اسامي ليكونوا تتفكرون اللي قاعد قدامكم ما يعرف. ترى يا حبيبي لو انا بكشف ملفات ما راح اسكت، ليكونوا تتفكرون انا ما اعرف شو يصير، ليكونوا تتفكرون انا ما اعرف اسامي القوادين راعين الجلسات اللي يرقدون مع الفاكينستات. تعرفون ولا ما تعرفون؟ انتوا تعرفون ان في بعض الفاكينستات بشكو ذاك اليوم اخواني الافاضل، واحد مسكين طلع في تلفزيون خليجي انتقد ظاهرة العاهرات اللي في المسلسلات. تدرون ايش سووا فيه؟ واحدة من الفنانات العاهرات القوادة العودة اتصلت في وزير من الوزراء وامر بحبسه لمدة اسبوع. تعرفون ولا ما تعرفون؟ حتى العاهرات في امة الاسلام قاموا يحبسون الشرفاء في على مسؤولين من هالنوع. يا القذر يا اللي عاهرة تمشيك، طبعا لازم تحبسه وتحبسه اسبوع عشان يتأدب ويسكت عن العاهرة. تدري ليش؟ لان القوادة العودة هي اللي تجيب لك الشراميط في الليل ترقد وياهم. والله اذا ما تأدبتوا ليجيكم يوم ولا كشف اساميكم واحد واحد يا قوادين يا كلاب يلي هالعاهرات قاموا يطلعون ويتصدرون المشهد العام عندنا. هذه اخرتنا احنا المسلمين، شراميط قاموا يحكموننا، شراميط قاموا يمشون المسؤولين. قاتلكم الله ما اقبحكم يا كلاب في على اشكالكم، هذه اخرتنا بنات الشوارع قاموا يحكمون المسلمين. ما تتوبون انتم يا كلاب من الكورونا؟ متوبون من المصايب اللي قاعد تصير في الامه؟ شناطرين شناطرين، يصير زلزال خسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما 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 نستغرب مسكين ذاك اليوم لما واحد يقول والله بنتي في الإعدادي تقول خاطري أطلع فاشينيستا، وفي ناس يطلعون يقولون شنو فاكينيستا؟ فاكينيستا أنا أسميه فاكينيستا، الفك من كلمة فك بالإنجليزي، لأن هذول بنات ليل ينامون وياهم، والكلمة هذه شوي في حقهم اللي قاعدين يخربون بناتنا. الأبو لما مسكين يقول بنتي تقول لي انا خاطري اكبر واطلع فاشينيستا، طبعا لما فاشينيستا تطلع ركبت لي فراري وروز ريز وتستعرض العطور وتستعرض المجوهرات، بنت مسكينه تطلع تشوف الاشكال هي والله خاطرها في ذهب والماس وقصور. ما تدري البنت اللي في الاعدادي في الثانوي ان هذه جابت الفلوس والعز من وين؟ من عرق فرجها. نعم العرق، عرق مرق، عرق اللي تحت، من عرق اللي تحت. هالملايين وهالفلوس وهالعز من وين؟ واحد اهبل من الامراء ومن الشيوخ ومن ما يسمى كباري، والله العظيم ان عالي اشرف منك اللي يسمونك واحد من الكباريه. كباريه وتجيب لي شراميط عندك في الليل وتعطي كل واحد نص مليون في ليله؟ من وين جبت الفلوس؟ من وين جبت الفلوس يا قدر؟ حسبي الله عليكم وعلى اشكالكم النجسه المعفنه. بنات المسلمين قاعدين يختربون لانكم انتم قاعد تروجون حق هالاشكال هذه. ويزعل علي لما اقول والله كوهينو كبيركم اللي علمكم القواده، علمهم شنو؟ يقول ايش تقول عنه قواد اللي يبع عاهرات ويتاجر في اعراضهم؟ انتم تفكرون القواده بس انا بفتح فندق بجيب وحده ينامون ويا الشباب؟ هذول ايش قاعد يسوون هذول؟ البنات اللي قاعدين يبيعون اجسامهم في التلفزيون وفي المسلسلات وفي وسائل التواصل، وبعلم الكبارية وبعلم الحكام وبعلم الانجاس الكلاب اللي صاحب السمو اي صاحب القوادة. حسبي الله ونعم الوكيل. المفروض يسمونه صاحب القوادة المخنفي، هذا اسمه. ايش قاعد يصير في الامة احنا؟ ما نتعب؟ ما نتعب؟ ايش ناويين تسوون؟ تبون تموتونا وياكم وتحلون غضب الله علينا بسببكم يا انجاس؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. اللهم قاتل كل من يفسد في الامه، اللهم طهر الامه
من الأنجاس المنافقين المخادعين المخادعين العملاء المتصهينين. حسبي الله ونعم الوكيل. اصحوا يا ناس، ترى اللي راح يجيكم بعد الكورونا ما اعرف ايش، ولكن الله يمهل ولا يهمل. خافوا من غضب الله سبحانه وتعالى. نعم الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب، شديد العقاب. اقروا تاريخ قوم عاد وثمود، اقروا قوم لوط، اقروا هذول اللي الله عذبهم وخسف بهم الارض. شوفوا ايش صار في اليمن، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في مصر، اللي قاعد يصير في الدول العربية. ترى الخراب هذا جاي تدريجيا تدريجيا، والله ما اقولها شماته والعياذ بالله، أنا احنا نتمنى الخير للكل، لكن المصايب اللي صارت في هالدول تدريجيا ترى بتجيكم، بتجي في دول الخليج وبتجي في الدول العربية كلها تدريجيا تدريجيا، اذا تركتوا الخراب وتركتوا المفسدين يفسدون في الارض. اتمنى رسالتكم وصلت.